قوس باب دريب 5/4/2012، هاي آثار الدمار اللي خلفها كتائب البطة الأسدية بحمص القديمة. هاي صحة بشار. الله يوفقك يا بشار. اسمعوا القصف. هون بهذا الشارع في قناص. هاي البيوت كلها كانت مسكونة، هجروا العالم من بيوتها، دمروها. صواريخ قذائف الله لا يوفقك يا بشار. صواريخ عم يضرب علينا صواريخ. هلا هون بنخف اجرنا شوي. هون بنخف اجرنا شوي. وين؟ هون بس هاي. هاي إلنا لكم طلاب. بصور شوي. هاي آثار الدمار اللي خلفتها كتائب البطة الأسدية حمص باب الدريب 5/4/2012. أثر أثري هذا، أثر أثري. هاي البيوت الأثرية والقصور الأثرية كلها تهدمت. حمص باب الدريب منطقة حمص القديمة 5/4/2012، هاي مسجد الأدوار. فرجع القصف الدمار، شوفوا آثار الدمار اللي فيه. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر عليك يا بشار. هاي مساجد الله. هدول الجوامع اللي بتعور عليها وينكم يا عرب؟ ضربونا بالهواء بالصواريخ بالمدافع والاجمال بالصواريخ والدبابات 72 ما خلوا شيء الا ما يضربوا فينا. والله لو عم نحارب اسرائيل ما بتضربنا هيك ضرب. الله اكبر. حمص باب الدريب 5/4/2012، منطقة حمص القديمة، هاي آثار القصف اللي خلتها كتائب بطة الأسدية. قذائف هاي قذائف. الله أكبر الله أكبر. تفرج هاي تفرج هاي هيك ثاني. الله لا يوفقك يا بشار. هيك هدوكي هيك هديك وحدة وهاي وحدة. الله أكبر. هاي هاي الهاوي اللي عم يضربونا فيه، هاي بسمارية ممنوعة دوليا. هاي ممنوعة دوليا. ليك القذائف لسه في منهم كثيرة كثير في منهم. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا بشار. دمرونا. قصف المساجد. الله أكبر. هاي مسجد الحنابلي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوفوا السيارات، شوفوا مادة الجامع. الله أكبر. هاي مادة الجامع، ما فينا نقرب أكثر من هيك. لهنيك في قناصات عم يبونا. الله أكبر. هذا هون هذا البيت. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر عليك يا بشار. شوفوا اسم الجامع مسجد الحنابلي.